أنا بالمستودع. في بنزين وقطعة قماش. وداها. يلا دوري عليهم. شفتيهم؟ إيه. يلا شعليهم. لا تعملي دخنة بالصالون. وهيك الكل رح يطلع من الصالون. فهمتي؟ فهمتي علي ولا لا؟ ماشي. شو هالدخنة؟ الدخنة معبية الغرفة. من وين كل هالدخنة؟ في شي عم يحترق. كامليش وينك؟ ايه يا أنسي. من وين جاي كل هالدخنة؟ الكل يطلع من هون بسرعة وأنا رح شوف المشكلة. يلا اطلعوا. يلا كلهم طلعوا من هون. بعرف. لا تخافي أبدا، ما رح اسمح انك تتأذي، ما رح خليكي تحترقي وتموتي بالحريق. يلا صار الوقت المناسب لنروح على عرسنا. شو صار؟ ليش انتوا برا؟ فجأة صار في دخنة كتير وعبت الصالون. وين بونا؟ بونام تركناها جوا. وليش تركتوها لحالها جوا؟ لأنه فكرت عم تحكي معك على الموبايل. وين رايح؟ لك لوين فايت؟ بونام! بونام! شو هاد؟ مين بيكون عامله؟ معناتها مقصودة. شو هاد؟ شكله فتحة تهوية، أكيد بيكون هرب من هون. واقف لكان! عمل لك واقف لكان! عرفت شو صار مع بونام؟ شو بونام؟ لكان ثاكور خطف بونام من صالون التجميل. انتو عم تحكوا عن بونام؟ انا هيك سمعت. شو اللي صار؟ وينه؟ لكان خطف بونام من صالون التجميل. كيف بيتجرأ يلمسها وانتو كلكم موجودين معها؟ شو واقفين عم تستنوا؟ يلا روحوا دوروا عليها، دوروا بكل زاوية ببيجو سراي. بدي بونام ترجع قبل العرس وبأي تمن، مفهوم كلامي؟ حاضر معلم. وين بري؟ كل الرجال على السريع. لك وين بريم؟ كان معك حق يا بونام. نحن ما منعرف شو يعني وجع، وبعد كتير عنه. أنا ما سبق وحسيت بهيك وجع. حياتي وصلت لمرحلة معينة ووقفت. هي الوحيدة يلي إلها حق تحبني. أنا ما إلي حق حبها، هي كانت رفيقتي ولا مرة فكرت فيها. بس هلأ بعد ما راحت وتركتني لحالي هون،
حاسس بالوحدة وما بدي أعيش بعد اليوم. ما بدي أعيش يا جودي. لكي رفقتها تحولت لحب كتير كبير، وهالشغلة كانت كتير صعبة علي. صدقيني أنا كتير تعبان وما بعرف شو أعمل. إيه، أنا بحبها من كل قلبي لبونا، وكتير متعلق فيها. شو كنتي مفكرة؟ بهالسهولة رح أتخلى عنك؟ آه؟ ضروري كتير ترجعي لي بونا، وقد ما كان صعب يلي بدي أعمله مشان رجعك، بوعدك إني ما خليكي بين إيدين هذا اللي اسمه لاكان. تتذكري أنا وعدتك نعمل عرسنا بشكل سريع، بس ما رح أعطيكي فرصة لتعترضي. شو حبيتي الزينة؟ حماتك هي اللي عملتها، مو حلوين؟ يلا انزلي. ليش عم تبكي؟ ها؟ بالنهاية ابني هو الشخص اللي أخذك، مو هيك؟ أنت لازم تحتفلي بنصره وتبتسمي كمان، لأنه يا بنتي أنت رح تقضي باقي حياتك معنا وببيتنا. حاولي تتأقلمي مع الموضوع مشان ترتاحي. إذا اضطريتوا فوتوا عبيوت العالم ودوروا على لاكان، بدي إياها ترجع اليوم بأي ثمن. فكون، مين اللي ربطكن هيك؟ هذا لاكان ودولت. ايه؟ هنن كانوا هون كل الليل يعني؟ ايه، راح الصبح بكير مع المدام ريكا. لوين راحوا؟ تعرفوا شي؟ سمعتوا اي شي؟ معلم، سمعت انه رايحين يعملوا العرس اليوم. العرس اليوم؟ طيب سمعت شي وين؟ ما قدرت اسمعهم منيح. نحن لازم نعرف هنن لوين راحوا، لازم نلحقوا قبل ما يتجوز بونام. يلا قدروا يخطفوا لي بنتي بونام. روحي حبيبتي، ما حدا بيعرف شو عم يعملوا فيها هلا. حبيبتي لا تخافي، خالتي هن عم يدوروا عليها واكيد رح نعرف وين بونام. بترجاكي لا تبكي، بكفي. فيملا، بونام رح تكون منيحه، هدي اعصابك رجاء، انحاش تبكي، اهدي شوي، اهدي. خلينا نبكي دموع هلا احسن ما نبكي دم بعد فتره، مع إنه بدي واسيها كون واقفة جنبها بهاللحظة الكتير صعبة، بس ما عم أقدر لأنه بونام لازم تكون للكان.
هاي بداية فصل جديد بحياتنا. مبروك يا ابني، مبروك من كل قلبي. شبكي يا أمي، لازم تباركي لكنتك المستقبلية كمان، لأنه دورك اليوم أمه للعريس وأم العروس كمان، لأنك الوحيدة اللي بقياني لبونام. طبعاً طبعاً، هذا الكلام اللي قلته مزبوط يا ابني. مبروك كنتي. قلت له للحكيم يجي بسرعة مشان ما نتأخر. بس ملك رجال بولان ثاكور كما شونا قبل ما نخلص. اسمعيني أمي، ما رح نستعجل بأي قصة، وشو ما بدنا نعمل لازم يكون على أصوله وبشكل كتير مناسب. وبالنسبة للي اسمه فولان ثاكور، هو رح يكون هون ليباركنا بعد العرس. أكيد لا كان مو متخبي ببيته، بهي اللحظة بيكونوا هنن عم يتزوجوا. دوروا بكل الأماكن ببيجو سراي وبصالات الأفراح، دوروا منيح. أنا مالي هون لحتى أمنعك يا برين، أنا هون لحتى ساعدك. أنا عرفت وين نحسن لاقي لاكان. وينه؟ سمعت إنه ريكا طلبت ورد مشان العرس. ليك، قدرت أعرف من بياع الورد إنه أخذوا الورد وراحوا لحتى يتجوز بونام. أنا متأكد من مكان لاكان كتير منيح. وين العنوان؟ على بعد 20 كيلومتر للشمال، بتلاقي هنيك القرية. خلينا نروح معك. لك لوين رايح؟ لك لوين رايح لحالك؟ أخي دوروا منين؟ أخي أنا عرفت وين مكان لاكان، بس بريم. شو بو بريم؟ هو راح لعند لاكان لحاله مشان يحاول يمسكه. لا ما في حدا بيعرف شو عم يصير هنيك، وأنا ما بعرف شو بدي ساوي. شو هالحظ هاد؟ جودي حاولي تتصلي فيهم بترجاكي، وسأليهم شو صار معهم. صار لي ساعة عم حاول اتصل بس ما حدا عم بيرد. بتمنى إنه يوقف الدم والقتل بهاد البيت. بتمنى إنه تهدى الأمور كلها. بركي لا كانت زواج بونام هيك بريم وقتها. وهلأ نحن رح نبلش بمراسم الزواج. أنا كتير آسفة بريم، يمكن ما عاد أقدر أكون رفيقتك بعد اليوم.
وهلأ خذوا الطوق وحطوا على رقبة العروس. هلأ طقوس الزواج انتهت وانتو الاثنين صرتوا زوج وزوجة. مبروك. هلأ وقعت بين إيدي يا لاكان. تروك بونام فولان ثاكور. فتح عيونك منيح وتطلع على وش بونام، لأنه شكلك ما شفت الحنة اللي حاطه على جبينه. نحن هلأ متزوجين. أنت عن جد مفكر أني رح أسمح لأي حدا يهددني بالسلاح وياخد مرتي مني؟ هلأ أقسمت أني أحميها. أنت أكبر واحد بالعائلة وكتير منيح أنك أجيت لهون. شو رأيك؟ قلي لازم تشرب شي بارد وتبارك لنا وبعدها تروح. أنت جبرتها تتزوجك يا لاكان، وما بعتبره زواج رسمي. صدقني ما كان بدي أي أب يشهد عموت ابنه قدام عيونه، بس تصرفاتك عم تجبرني أعمل هيك. دولت أنت ما لاحظت أني عم أحكي معك بكل أدب؟ وأنت استخفيت فيني بشكل كبير كتير؟ اسمعني منيح، لأنه إذا بتقوس علي رصاصة واحدة صدقني بوعدك ما حدا رح يطلع عايش. وخليها تصير، بس لازم تعرف انه فولان ثاكور ما رح يسمح لك تعمل شي بالقوة، لاني عطيت هالبنت وعد مني انها رح تتزوج الزلم اللي بتحبه واللي بدها اياه. وعيلة ثاكور ما بيتراجعوا عن وعدهم مهما صار، وانت اكتر حدا بيعرف هالشغل يا لاكان. لا يا سيد فولان، صدقني انا ما تزوجت بالغصب. من زمان كتير كان بدي اتزوج لاكان، بعرف انك احترمتني كتير، بس بكفي بترجاكم بكفي قتل ودم وعنف. هلا رح يبلش القتل. بونام انت رح تكوني اول واحدة انا بوصف. قللتي من احترام لمعلم فولان، وكمان انت عصيتي اوامره. لمعلم فولان اختارك لتكوني مرت بريم، بس انت تجوزتي لكان. ليش؟ تعرف شو عم فكر لاكان؟ إذا بدنا يحل السلام بهذا المكان ونرتاح من القصة، ما في حل غير اقتلكن انتو الاثنين. أنا اللي رح اقتلك إذا لمست شعرة واحدة من مرتي، عم تفهم؟ بكفي، كلكن تحولتوا لمت وحشين. شو بتستفيدوا إذا قتلتوا بعض؟ بالأول اقتلوني وبعدين اعملوا اللي بدكن ياه. أوصوني إلي. يلا أوصوني، اقتلوني كمان. أنا عن جد كتير بحترمك يا أمي، بس بفضل تروحي من هون.
هاي المشكلة بين الرجال، خلينا نحلها بين بعضنا. رجاءً روحي من هون. اسمعني يا ابني، بعد ما تنتهي لعبة الدم اللي عم يلعبوها الرجال، النسوان هنن الوحيدين اللي رح يتحملوا العواقب. كلكن رح تقوصوا بعض، بس رح تتركوا نسوانكن وراكن. رح نعيش باقي عمرنا عم نبكي عليكن بعد ما تموتوا. بعد ما مات أبوك أنا مريت بكل هالشي فولهان، وبتعرف شغلة، أنا ما بدي أي مرأة تمرق باللي مرقت فيه. بترجاك حاول تفهمني، نحنا كنا نمشي بالشوارع جوعانين وعطشانين. بتذكر أكيد أنت ما نسيت ماضينا، وهلأ مستقبل عائلتك موجود بين إيديك فولان. أوعك تعمل شي مانك قدران تغيره. هذا الصبي اللي واقف قدامي هو اللي كتب اللي عم بيصير بإيده، وما رح غير هالشي حتى لو كنت بقدر. لكن فولان لازم تدفع الدين. أي دين يا أمي؟ الدين اللي بدك تدفعه تمن تربايتك، وعلى الليالي اللي نمت جوعان مشان تقدروا تاكلوا انت واخوك بوشان. لاني تعبت وحملتك انت واخوك، وانت بتعرف كتير منيح انه لازم توفي لي الدين. عم اطلب منك تدفع لي تمن اني امك. هلا انت لازم توقف هدر الدم، وانا رح ريحك من كل ديونك اللي لازم توفيها. دولت، اللي انت شو ناطر؟ لكان نزل سلاحه. يلا نزل سلاحك فولان. شي حلو كتير، وأخيراً نزلت سلاحكن. ارتحنا من مشكلة كانت رح تصير. ما عم صدق حلينا مشكلة بدون أذى. اللي كنت بدي أقوله سيد فولان، بما أنه خلصنا ونزلت سلاحك، صار الوقت تبارك للعروس والعريس. فولان. أمي بس. أنا احترمت كل كلمة أنت قلتيها، بس بترجاكي يا أمي لا عاد تحكي شي تاني، لأنه يمكن أضطر أرفض كلامك. بابا. القرابة اللي بتجمع بيني وبينك يا بونام احترقت هلأ بالنار. بما انك عرضتي الأوامر اللي عطاك إياها المعلم فولان، فأنت أكيد ميتة بالنسبة لي. أنا من اليوم ما ضل عندي بنت. مبروك بنتي. لقيت كنز غالي كتير، حافظ عليه منيح. لك الكنز اللي لقيته، تأكدي اني رح خبيه بقلبي يا ستي.
تعالي فوتي. يلا تعالي اقعدي. ليك في كاسة حليب هون، بس يجي لك كان شربي اياها. وتذكري شو ما كانت العواقب اللي رح تصير، لا تعطي لابني سبب منشان يشتكي منك. انت بتعرفي منيح قديش هو عصبي. تذكري هالشغله. انا ماني قدرانه افهم ليش بونام عملت هيك. أنا وياكي منعرف بونام من زمان وكتير منيح، هي مستحيل تعمل هيك شي. بعرف، بس ليش تركته لبريم وتزوجته للاكان؟ ما بعرف ليش هيك عملت، بس أنا متأكدة إنه عندها سبب مقنع. أنا كتير عندي ثقة فيها لبونام. أنتي بتعرفي إنه بريم بيحبها؟ إيه بريم كمان بيحبها كتير لبونام. ما بعرف شو اللي رح يصير فيه. وكمان بونام هي كمان بتحبه لبريم من زمان كتير. طيب إذا بتحبه ليش تركته؟ بغض النظر عن السبب، هي اليوم جرحت مشاعر أخي، وكمان بونام حطيت راس كل عيلتي بالأرض، وأنا مستحيل سامحة بحياتي كلها. جودي ابني حبيبي، شبك انت هلأ اتزوجت؟ مو حابب تحتفل بأول ليلة عرسك؟ روح على غرفتك، انت ما بيصير تترك مرتك ناطرتك. يلا فوت. لك شبك أمي، ليش عم تحرجيني قدام العالم؟ شو لازم أعمل؟ يلا بسرعة قلي. ها؟ اتركك كل الليل تقضي وقتك مع هالرجال بدون فايدة؟ يلا جاوبني. هلأ بيبرد الحليب السخن اللي جوا. يلا ابني. بريم شو عم تعمل هون؟ إذا بيعرف لكان رح يقتلك. ليش بيهمك إذا خسرت حياتي؟ أنت قتلتيني بدون سلاح، عم تفهمي؟ بونام هلأ عرفت إنه حياتي ما إلها أي معنى بدونك. بدون الحب بتوقف الحياة. يلي كتبتي بمذكراتك كان صح، ليكي صدقيني حياتي وقفت هون. بحبك بونا، بحبك بونا، بحبك بونا، بحبك بونا. تعالي معي، لازم نطلع من هون أنا وياكي. بقدر اقرا افكارك قبل ما تقوليها، ولهيك انا بعرف كتير منيح انك ما حتقدري تعيشي حياتك بدوني. هذا سيد شارما. مرحبا. بيكون رفيق ابوك. مبروك زواجك سيد لاكان. بتشكرك. شو رايك بهالمناسبه السعيده اللي صارت معك؟ نتصور سوا. ايه طبعا. آسفة. لوين بدي روح معك بريم؟ وليش لروح؟ اليوم أنت عم تقلي إنك كتير بتحبني؟ كيف بدي أتأكد؟
يمكن بكرة تحب واحدة تانية. كيف بدي أوثق فيك بريم؟ تتذكر شو قلت لي مرة؟ إنه ما فيك تكون وفي لمرة واحدة. اللي أي كلام أنا لازم صدقه؟ اللي لشوف أنا مرة متزوجة هلأ يا بريم، اخترت واحد تاني يكون شريك حياتي. أنا تزوجته للاكان لأنه عن جد كان بدي إياه، وبوثق بحبه لإلي أكتر ما بتتصور. بوثق فيه أكتر منك، لهيك أنا وافقت أتزوجه وماني ندمانة. بصراحة يا بريم أنا مبسوطة أني اخترت الرجال اللي بيحبني حتى يكون زوجي. هو بيحبني؟ لا، كان ما بيعرف يحب حدا. لك هو واحد بلا أحساس، وانت بتعرفي هذا الشيء. من هون ورايح صار زوجي. بدك تصير تحكي عنه باحترام يا بريم فاكور. ماشي، وهلأ أروح. إذا ما رحت، الاحترام اللي كنت حاططه منشان صداقتنا القديمة رح ينتهي. أنا بوعدك بونا، طول ما أنا عايش وعم بتنفس ما رح يوقف حبي لإلك. بريم بولان ثاكور بحبك إليك، وما رح يحب حدا غيرك. لآخر يوم بعمره. ليش الباب مفتوح؟ ليش الباب مفتوح؟ ليكي، بدون ما تاخدي إذني ممنوع غير الهوى يفوت لهون. عندك شي حابة تقولي؟ يلا احكي لشوف. هاي أول ليلة إلنا. طلبي شو ما بدك. بصراحة أنا بس بدي إنه بريم. انت طلبتي مني اني ما اقتله، وانا نفذت لك طلبك. مو هاد اللي كان بدك اياه؟ اسمعيني، من هون ورايح ما بدي تذكري اسمه ولا تفكري فيه حتى.
ليش الشال مو مغطي وشك؟ كيف صار هيك؟ أنا غطيت لك وشك. أنا لما بكون هون وتكوني بالبيت ما في داعي تغطي. بعد هالوقت الطويل نحن سوا يا بونا، هي أول ليلة رح نقضيها مع بعض. بدي شوفك كل الليل قدامي، عم تفهمي؟ وكمان بدي منك شغلة، بس نكون سوا بدي منك تضلي تطلعي علي كل الوقت. جلالة الملكة، طلعت الشمس يا بنتي، شو شكلك ما شفتيها؟ ها؟ لا كنت بسيطة كتير يا بنتي، نامي ما في داعي تقومي. شغل لك المروحة، اعمل لك شاي، بتنامي مرتاحة. لا أنا كنت قايمة. لا عادي، ليش لحتى تعبي حالك وتقومي؟ ليكني أنا هون ورح أعمل شغل البيت، أنا رح أجلي الجليات وكمان أطبخ لك وغسل لك تيابك، أنا رح أعمل كل هالشي بعملهم لحالي، أنتي بس ارتاحي. أنتي ليش أنا بعمل هلي حبيبتي؟ ليش ما بتعملي مثل ما عم قلك؟ مثل ما بتعرفي ابني جابك لهون على هالبيت لأنه هو كتير بحبك، أنتي بس ارتاحي وأنا بعمل شغل البيت. اتفقنا يا حبيبتي؟ ها؟ لا ليش لا تعملي كل شيء؟ أنا رح ساويهم. طيب إذا أنت مصرة تساعديني أنا شو بدي أقلك؟ يلا روحي. بتعرفي وين المطبخ؟ بتحبي إجي معك؟ عن جد أنا كتير مبسوطة أنه ابني ضلوا مصر يتزوجها. بس اجت الكنة وإيدها فاضية وأنا مو عرفانة كيف بده يمشي الحال. حلو إذا الواحد لحق الحصان وفي بإيده عصاية منشان يقدر يوجهه فيها. عن جد هذا الشعور كتير حلو، لهيك أنا مبسوطة. حلو كتير يا ريكا. ومزبوط بادي أما سببت لي مشاكل كتير، وكنتي رح تدفع ثمن كل هذا الشي قريبا ومع فوائد كمان. تعاو شلو فرقو دو جتا.